باريس هيلتون ممثلة أمريكية، بيلوني كروز ممثلة إسبانية، شهد حسن إعلامية عراقية، مي سليم ممثلة مصرية. أكيد كلكم دا تفكرون أنه كلهم ممثلات أو إعلاميات ومشاهير، وهذا هو الرابط المشترك بيناتهم. بس الموضوع اللي راح أحكي عنه اليوم يجمعهم كلهم، بس مو الجمال ولا التمثيل ولا الإعلام والشهرة. الموضوع اللي راح أحكي بيه اليوم ما يركز بيه وما يلقفه إلا طبيب العيون. حول الحسن أو ردة الحسن، يعرف الأطباء والخبراء بهالمجال على أنه نوع من أنواع كسل العين، وهي عبارة عن ضعف في الإبصار في عين لم تتطور فيها الرؤية طبيعيا منذ فترة الطفولة المبكرة. هالموضوع ببعض الدول ومنها العراق يعتبر من علامات الجمال وخصوصا للمرأة، لكنها بالمفهوم العلمي والطبي هو مشكلة تعاني منها عملية التطور والبناء والنمو بالعين. حول الحسن حالة نادرة، لكن البعض يطلب التخلص منها، وهذا يتم بعدة طرق، أما عن طريق حقن المنطقة بالبوتوكس أو التدخل الجراحي في بعض الأحيان. وأكثر شخص ممكن يفيدنا بهذا الموضوع هو ضيفنا داخل الاستوديو، الدكتور أنس الراوي أخصائي العيون. فإلى هناك.